السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح نتكلم معكم عن مؤتمر أبل القادم اللي كل التوقعات تقول إنه راح يكون في 30 مارس نهاية الشهر هذا، يعني تقريبا بعد 3 أسابيع أو بعد 2 أسابيع وشوي. فأبل ما توقع إنه راح تقدر تسوي المؤتمر. ليش؟ لأن وزارة الصحة يعتبر، لو نتكلم عنها البابليك هيلث، فكاليفورنيا أعلنت إنه ممنوع تكون تجمعات أكثر من 1000 شخص. فأوردي جوجل كنسلت المؤتمر حقها، مايكروسوفت كنسلت المؤتمر حقها، فيسبوك برضو كنسلت المؤتمر حقها. فالدور على حق أبل. أبل الآن معلنة أن المؤتمر شن تكنسله، لكن أبل معلنة أن المؤتمر، والإشاعات تقول أن المؤتمر راح يكون في 31، ففي تناقض. ما أدري كيف بتسوي أبل. أبل ما يحتاج تكنسل أنه هي معلنت، لكن هل أبل راح تنزل أجهزة جديدة؟ هل راح تنزل آيفون 9 أو SE2 أو بس الآيفون بتسميه، ما أدري إيش بتسميه، أو ما راح تنزله؟ هل راح تنزل الآيباد الجديد أو ما راح تنزله؟ ففي إشاعات كثيرة برضو، الإير تاج بتنزله ولا ما راح تنزلها؟ في أجهزة كثيرة طلعت تسريبات حقتها، طلعت إن أبل جالسة تشتغل عليها وبتنزلها الحين، فما أدري كيف، ما أدري إيش بيصير. أبل في حلول كثيرة لها. أبل كبداية عندها حل إنها تسوي المؤتمر أونلاين، لكن أبل ما تسوي المؤتمرات أونلاين، يعني تبت لك المؤتمر ما حد موجود لكن تتكلم عن. في شركات كثيرة تسوي ذي الحركة. أول حل الثاني إن تنزل أجهزة بدون مؤتمر. أبل سوتها، ودي لعبة أبل، إن تكرم برضو قبل 5 شهور أو 6 شهور أو 4 شهور يوم أعلنت عن الإيربودز برو، نزلتها كده فجأة، رفرش بس في الموقع ونزلتها، مع إن الجهاز هذا الإيربودز برو يستاهل إن يكون فيه مؤتمر. تنزله مع الماك بوك برو في 16 إنش، برضو الماك بوك برو 16 إنش يستاهل إنك تسوي له مؤتمر. أبل لا، رفرش نزلتها في الموقع حقها. ف أتوقع إذا كان في أجهزة بتنزل، الأجهزة اللي تكلمنا عنها ونزلنا تسريبات كثيرة عنها، إذا راح تنزل راح تنزل في 31 مارس أو بعدها بثلاث أيام في أبريل 3 وقت البيع حقها. فممكن 31 تحط الطلب المسبق حقهم، وفي 3 أبريل يبدأ البيع كذا، رفرش ينزل في الموقع حقها. فهذه التوقعات كلها. فإذا كنتوا تنتظرون مؤتمر، ما أتوقع راح يكون في مؤتمر. وبرضو إذا منطول على الحالة بسبب طبعا فيروس كورونا، الله يبعد عنكم جميع الأمراض، والله يشافي كل مريض. فنشوف قدام شو بيصير إذا أبل راح تنزل أجهزة، مع أني يعني مو بس على المؤتمر. المؤتمر مثل ما قلت لكم أبل تسوي رفرش وتنزله في الغنى حقتها، الأجهزة حقتها الجديدة. لكن أبل الآن متوهقة في الأجهزة اللي موجودة عندها، ما عندها تصنيع قوي في الصين. فتحت المصانع حقتها لكن مو بكل القوة، فإلى الآن عندها تصنيع قليل، فأجهزة عندها شح، خصوصا حتى القطع. يعني اللي يقول لك الايفونات الجديدة إذا كان عندك مشكلة تروح محل أبل بيعدلها، أبل راح تتأخر عشان تصلح جهازك لأنه ما عندها قطع حق الجهازات الأجهزة اللي موجودة الحين. فما أدري أبل إذا كان ما عندها قطع وما عندها شح في التصنيع، هل راح تنزل الأجهزة ولا ما راح تنزل؟ لأنه أوريدي يعني كأنها تجيب العيد حق نفسها زيادة، أو إنك توهق نفسها زيادة إنه ما تقدر تصنع برضو تعلن أجهزة جديدة. بس هذا الفيديو وهذا التوقعات. فكتبوا لي تحت في التعليقات شو اللي تتوقعون، هل أبل راح تسوي مؤتمر، أو أبل راح تنزل أجهزة رفرش كذا بالحالة، أو إنه بتكنسل كل شيء وما راح تنزل أجهزة. طبعا الموضوع هذا يعتبر جديد في القناة، لكن تكلمت عنه في سناب شات. فمو مشترك عندي هذا الكود حقي في سناب شات، ضيفني في سناب شات، أتكلم في مواضيع أحيانا، أتكلم أو تشوفون يومياتي هنا، فضيفوني. ودعمكم راح يخليني أكمل حتى برضه في سناب شات وأنزل سنابات كثيرة. بس ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالقناة، نشر المقطع، عمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحت تهمني، ولا تنسون بفضل دعاكم. السلام عليكم.